انا برايي مشروعك ناجح ولكن اذا بتغير الفوكس تبعه صحيح عفوا انا يمكن ما فهم بالضبط انا قلت هاودي دراسات انا وصلت عليهم لقيت انه الافق مسدود يعني ممكن يعني يعني... حياتك على 25 سنه 25 سنة يعني الله يحييك طبعاً 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 الله يحيينا يعني بس يا ربنا يحييك ان شاء الله 25 يحييك انت طبعا كمان ربنا يكرمك جاوبتني هلا شو رح تربح؟ نربح ارقام بدي اعطي ارقام معينة يعني ما فيني اعطي ارقام سوي هيك بايدك هيك 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 طبعا, طبعاً ارباح شو يعني وانت خبرتك بالموضوع شو هي؟ خبرتي يعني ولا بس جيت على الموضوع هيك لا يعني أو لو عرضت عليك ندفع المبلغ هذا بتقبلوا ب5% من الربح؟ بالموسم الثاني من العرين جذبت ناس لفكره الاستثمار وعرضها. اصحاب المال خبرتهم عريقه وعلى طاولتهم ملايين الدولارات. هالدولارات قدامكم ولكن للحصول عليها رح تكون المهمه الاصعب بحياتكم. خلينا نتعرف سوا على المستثمرين الاربعه. عمر الكوكا من الكويت احد مؤسسي بيت الاستثمار العالمي جلوبل شركة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط يزيد مجموع ما أسسته عن الثلاث مليارات دولار. يتبوأ فوق مناصب رفيعة في بنوك وشركات عدة، فوق رأس مالها المليار دولار أمريكي. أغنتها خبرة خمسة وعشرين عاماً من العمل والنجاح. شخصية عفوية ومميزة. قيادي بارز يتقن فن العمل والاستثمار ويسبر سر النجاح يردد دوما أن عائلته الصغيرة أغلى ما لديه الاسم كبير والوقوف أمامه ليس بالأمر اليسير <applause> ميشيل ظاهر مؤسس ورئيس مجلس إدارة العديد من الشركات منها ماستر تشيبس بوبنز كورن فليكس وماستر تراند كابيتال في لندن عضو مجلس إدارة لونغريدج للاستثمار اف اكس سي ام وفوركس احدى اكبر شركات تجارة العملات على المستوى الدولي ومركزها نيويورك خامس أكبر ملاكي الأسهم في شركة سوليدير وواحدا من أبرز المساهمين في سوليدار إنترناشنال فضلا عن أعمال استثمارية على مستوى العالم جعلته واحدا من أهم رجال الأعمال في العالم العربي مشاريع جديدة تطرح أمامه فأي مشروع قد يستوقفه أحمد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الثقة للاستثمارات الأردنية جورد إنفست أول شركة أردنية مساهمة عامة تقدم مجموعة من خدمات البنوك الاستثمارية المتكاملة برأس مال يبلغ 41 مليون دولار ويواصل بذلك سلسله النجاحات التي حققها خلال اكثر من عقد من الزمن في تاسيس واداره العديد من المشاريع في القطاع المالي والقطاعات المختلفه في المملكه جدي وواثق بنفسه يعرف ماذا يريد وكيف واين يستثمر امواله أكرم مكناس لبناني بحريني بنمي صاحب الشركة رقم 52 في العالم المتخصصة في الإعلام والإعلان برومو 7 أكبر شركة تسويقية في العالم العربي وشمال أفريقيا. له مجموعة من الفنادق والعقارات المنتشرة في كل دول العالم. حائز على جوائز عالمية عدة. بلغت أرباحه ملايين الدولارات في سنوات قليلة. يهتم مكناس بجمع مختلف أنواع الأثريات وربما متحف مكناس للسيارات مثالا واضحا على تنوع ما لديه باختصار هو رجل مهووس بالعمل والنجاح يعرف أين يغامر بماله وفكره فعسى أن تكون أنت هدفه وصل أحمد من الكويت على العرين ليطلب 100 ألف دولار لإعادة أحياء محطة إذاعية عبر الإنترنت الموضوع متشعب والمفاوضات مع المستثمرين ما بتطمن الخير اهلا احمد ماهر من فلسطين الكويت عمري 22 سنه البروجكت يلي عندنا نحن هي ميديا بشكل عام من نيوز بكذا لغه من لغات لانه بالشرق الاوسط اليوم في كذا دوله موجوده بالشرق الاوسط دنمارك سويد اسبانيا وغيرهم فنحن عم نقدم لهم سيرفيس نيوز بكل اللغات تبعيتهم تيكونوا عن طريقنا نحن باسمنا باسم البروجكت يلي قدمناه هو صوت بيروت انترناشونال بياخدوا هيدي السيرفس والنيوز عن طريق سورس عربي ما بيكونوا عم ياخذوه من السي ان ان او من القنوات الاجنبيه مثل ما هن بيشوفوه بيشوفوه بنظرتنا نحن بالشرق الاوسط سيم تايم وي برودكاست كمان راديو اونلاين فبيكون عم نقدم لهم كمان مش بس الاخبار والاشياء انترتينمنت كمان بنكون عم نقدم لهم ميوزك والاخبار تبعيتهم صوت واحيانا بالصوره فيديوز كمان باللغات تبعيتهم ب... بموقعنا فمن خلال هيدا البروجكت فينا نقدم لكثير من الموجودين عندنا بالشرق الاوسط بالخليج او بلبنان هيدي السيرفس تايكونوا متصلين حتى بدولهم عن طريقنا نحن فتقريبا هيدي هي فكرتنا نحن البروجكت هيدا طالبين فيه تقريبا 100 الف دولار بنسبه 50% بالمئة 50% بالمئة. آه كيف يعني تقريبا 100 الف دولار آه لانه هو كبروجكت ما له ما له هيدي الكوست العاليه ما مطروح انه يكون له مثلا مندوبين ومراسلين وهيدي القصص اللي بترفع الكوست لاي بروجكت بارا بالميديا بتعرف لما بيصير في اذاعه مثلا بده يكون مندوبين بكل الدول لحتى يجيبوا هيدي الاخبار نحن بنعمل هيدي الديل عن طريق مثلا وكالات الانباء العالميه الاوروبيه او الامريكيه ومناخذ منها الاخبار بس بناخذها نحن وبنشوف هي كيف بيطرحوا الخبر نحن بناخذه لنحلله ونغير المضمون بشكل انه يتناسب مع نحن سياستنا نحن بالمنطقه يعني عندك ويب سايت ولا اه عندي اياها كاملة انا هي اخذها واخذ الاوفيشال نيم هو الاوفيشال نيم هيدا اللي اعطاني اصلا سبورت لانه كان الاسم اصلا يونيك يعني كيف مثلا فور اكزامبل بنقول Jordan.com دوت كوم او Lebanon.com دوت كوم ذيس ار يونيك نيمز اسماء مميزه فبيكون عليها اصلا طلبوا علي انه هي كاسم حتى هو اصلا صار شو الويب سايت اسمه؟ نحن صوت بيروت دوت كوم اخذين اوفيشال نيم لصوت بيروت صوت بيروت دوت كوم اس اه اي دبليو تي بيروت دوت كوم اس اي دبليو تي, تي بيروت دوت كوم وعندك هلا يعني ناس بدخلوا على الويب سايت؟ نحن انا جايب معي ارقام قديش فايت عليه بال 2006 و 2007 قديش النمبر اوف هيتس؟ نحن اليونيك الهيتس بال 2006 كانوا 138 مليون تقريبا وارقام ثانيه حدا بال 2007 580 مليون يعني قد ايش كان الريفنيو 2006 و2007 و200 يمكن تقريبا انه ما تجاوز ال 7000 دولار ليه بس 2006 و2007 لا, لا 2007 بس اخبار اخبار سياسيه فنيه رياضه صحة والهيلث اند بيوتي كمان في كوميكس وهيك اشي يعني مجموعة جلالي كل قديش بتعمل ابديت للأخبار؟ يوميا لا يوميا بس بنهار مرة يعني ايه الاخبار لا مش مره، يعني فرضا هلا اليوم الساعه 12 صار حدث بعد ساعه بنحطه وحتى احيانا بنحطه بجميع هيدا. اللغات هيدي؟ كنا نحطه بهيدي اللغات كلها، هلا عم اقول انا نحن وقفنا وقفناها قبل تقريبا شي خمس شهور وقفنا بس هيدي السبع لغات لسبب، صار تعرف شو اللي ماشي هلا؟ هلا اخبار بالعربي والانجليزي بس بس اذا فتت على السايت هلا حتلاقيهم موجودين كي... بعدهم موجودين اخر خبر نحط باي تاريخ للغات واضح. يعني واضح. كانت موجوده بس من الكويت مش بس من الكويت من كندا ومن السويد فكرة أحمد متنوعة ومميزة ولكنه صغير وبعده عم يدرس معقول حدا من المستثمرين يهتم ويقرر يشاركوا؟ فكرتك رح تحط لنا شكل السايت او تفرجينا شيء انا في اختصر لك فكره السايت انه في جو انسايد ذا سايت بدك تفكر يو ار مي عم تفوت على سي ان ان او شيء لانه نفس الفكره فورما. نفس الطريقه بس طبعا مش نفس الشكل والريفيو تاعك الايراد تاعك بتوقع تحصله طبعا من الاعلانات زيك زي غيرك آه اعلانات وكمان المطربين مثلا في مطرب هلا في كذا مطرب انا بعرفهم كانوا ينزلوا عنا مثلا البوم له او بده ينزل دعايه لغنيه او في عنده غنيه بده يسربها هيك بس بيدفع عليا يعني اعلان نعم يعني هي هي عمل. إعلانية تقريبا طيب والأغاني اللي بتبثها مرخص أنك تبثها ولا ممكن يجي واحد يقول لك ما اشتريتش التيب مني؟ هلا هن أنا بقول لك كيف أنا أول شيء كنت ما أعرف هيدي كيف تمشي سياسة الأغاني وأنه لازم يمكن تدفع أو شيء بس اللي اكتشفته أنه لا هن بيدفعوا لك ينزلوا الأغنية فأنت لو حطيت الأغنية أنا كنت كذا أغاني في مطربين هن يبعثوا لنا أغانيهم أنه حطوهم في مطربين نحن نحكيهم فينا نحطهم يقولوا اللي بدكم يعملوه اي غنيه جاوبني هلا هل... شو راح تربح؟ نربح ارقام بدي اعطي ارقام معينه يعني ما فيني اعطي ارقام تسوي هيك بايدك هيك 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 طبعا أرقام. الله هيك. <applause> ارباح شو يعني؟ <applause> هلا ال... قديش بنربح ارقام بدك تعطي ارقام ارقام ممكن انه نوصل نحن باول سنه تقريبا ممكن نجيب 25 30 الف دولار اعلانات هيدي هيدي اذا اخذنا شركات عادية بس اذا بنزل سبونسر مثلا من شركات الكبيرة اللي بنعرفها كلياتنا موزعة بالمنطقة هو بيدفع هيدا المبلغ باعلان واحد رغم كل الأسئلة أحمد منه مرتبك وعارف كيف يدافع ويعطي أهمية لمشروعه والهيئة إنه أحد المستثمرين رح يبدا يهتم لما تفوت أنت على الويب سايت تبعولك عم بقرا خبر أنا لما بكبس بعمل دبل كليك بتوديني اذا عندك نيوز جاي من سي ان ان بتوديني على صفحه سي ان ان آه هيدي لا ما حيصير هيك بتقرا الخبر كامل بصوت بيروت ومكتوب تحت بروت باي سي ان ان اه ما بيوديني على صفحه سي ان ان ما بيوديني على سي ان ان لا, لا, لا اذا عمل هيدي الحركه اصلا ما استفدنا لانه اذا فوتك على سي ان ان معناته طلعك بدل ما انت تفوت يعني على يعني كبدي برا من الويب سايت آه طلعك من السايت ما عاد ما عاد فت المعلن بالسايت عندك طيب هلا انت عندك نيوز بزنس عامل شيء يعني في عندك شيء سيرش نيوز بيقدر الواحد يعمل سيرش سيرش على للنيوز بالسايت بيقدر يعمل انترتينمنت وبي... سيلبريتي اه بي... مثلا كل شيء فاينانس كل النيوز مقسمه انت مقسمه كاتيجوريز كاتيجوريز كل, كل النيوز مقسمه كاتيجوريز صحيح طيب بالنسبه عم تسمعك عم تحكي على الراديو يعني هالخبر هذا بدي اقرا انا ما بدي اسمعه على ال... صحيح بس شو عم تحكوا بالراديو يعني بالراديو بنحط اغاني يعني؟ الاغاني أيه. بنحط فيه اعلانات معينه منزله صوتيه في عندها كمان برامج اهداءات وديديكيشنز ديسكشنز مرات بيناقشوا موضوع وكذا عندي ابني عامل تقريبا مثل مشروعك انت وعمل ربطه مع فيسبوك اليوم عنده تقريبا حدود 10 مليون ريجستر يوزر انا بدي فوت معك شريك تجربه عائليه شجعت ميشيل ظاهر يدخل بهالمجال ويمكن يحاول يجمع الاعمال ولكن كونه خبير عرضه ما رح يكون يمكن لصالح المشترك خلينا نتابعه هلا بالنسبه للمشروع تبعه لكن طالب 100000 100000 تعطي 50% من الشركه مش هيك؟ اه وانت رح يكون لك راتب؟ ايه طبعا ليش بده يكون لي راتب؟ تقدر انه انا يو you نو know انا اي هاف تو جيت انكم لانه انا اي هاف تو كونتاكت كمان بدي اعمل كونتاكت بدي اتكلف بتليفون لا بدي احكي مع فنانين مع ايه مع اه شركات كذا بدي اعمل ببليك ريليشن بدك مصاريف اول ست اشهر قد ايه بدنا؟ نحن أي. هلا براد كسيرفر وهيك قصص هيدي لحالها بعتقد صح طيب. هيدي نحن بدنا ندفعها دغري انترنت وسيرفر بدك تكبر الهوستنج بس آه هيدي لحالها تكلفه برا بدنا نحسبها لحالها نعم. بس نحن كقلنا ككوست نحن قديش بدنا ما حيكون في عندنا هاي البيج يعني ممكن ما نتعدى 3000 دولار 4000 دولار طيب. باشياء بسيطه كمكتب واشياء هيك يعني ما حيكون عندنا الاشياء الخياليه 50% بالمئة ما بال 100000 انا اخذته اوكي مبروك 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 مبروك, مبروك 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 تركي على <تكتش> مبروك مبروك داك 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 مبروك مبروك, داك داك مبروك قديش من الهيتس اللي بيكونوا بدوروا مثلا بالسيرش تبع جوجل على صوت بيروت الاصليه وقديش منها يعني بتعرف في كثير من الويب سايتس مثلا انت بتحط صوت بيروت وبعدين او اي ويب سايت مثلا بتكون بتدور على ويب سايت وبعدين بيجيك ويب سايت مشابه بال بالسبلينج او بالنطق يعني بتصور هيز يوتلايزنج جوجل بشكل منيح خصوصا طريقة الاعلان تبعيته الاتس ليك انا ابدي بلش ب 200 دولار مع جوجل هلا عم يعطوه بالشهر بحدود 50000 ماشي عنده اثنين موظفين واحد بتكساس عمره 17 سنه مدرسه بجنيف هو عنده واحد بتكساس وواحد بالدنمارك بيدفع لهم معاشات تقريبا بحدود 8000 دولار وهي نتنج مع غير جوجل يعني نتنج لايك 70000 دولار اكسلنت احمد نقول لك مبروك بالبدايه احمد كيف كانت معاملتك مع المستثمرين جوا لانه انت صغير بالعمر بالنسبه للحضور اللي كانوا موجودين أه انا بالاول كنت شوي ملبك بس بعدين لقيتهم انه دي تيك ات سيريس وبنفس الوقت انه بيعطوك تشانس تعطي فكرتك ما بيرهبوك بال تيخوفوك ياكلوا الجوج ولا بيعطوك المجال تشرح الايديا اللي عندك انت وتفوت فيها منيح فقدرت اني احكي لهم عنها اكثر وخبرن انه كيف كيف لازم تمشي وكيف هي ماشيه اصلا من الـ 2005 فهيك لقيتهم مرتاحين والكل عم يتجاوب مع الفكره وعم يناقشوا فيها مش عم بيحاولوا انه يطلعوا منها يعني كانوا مجدودين لها اكثر ما انه بدهم يخلصوا الحكي فيها هل انت راضي عن الديل يعني الفلوس والنسبه؟ اه اكيد مبروك حبيبي شكرا في مشتركين كانوا كتير خايفين وفي مشتركين كانوا مثل الأعداء جنب بعض واقفين تابعونا ورا الإعلان <تصفيق> <تصفيق> حطتها أنا بس <applause> 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 معلش <متغف> <applause> 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 الأساس بهالبرنامج هو الشراكة الواضحة بين المستثمر والمشترك حنان وهشام شركة بمشروع واحد والهيئة أنه اتفقوا على كل شيء إلا على كيفية عرض مشروع مرحبا مرحبا أنا حنان مئاتي أيو بي جراجويت عاملة نيوتريشن اشتغلت عشر سنين بشغلتي أم قريت كثير حاولت اكتشفت بهالفتره انه انا ما خلقت لهذا الاختصاص فقريت كثير واكتشفت انه انا لقيت نفسي بعلم النفس وعلم تحليل الشخصيه حيعرفكم شو صار معنا مسيو شامي مرحبا <applause> هشام شامي انترناشونال بزنس مانجمنت 86 ماركتنج uh, فور Advertising بحب <applause> اعرفكم عن مركز التنميه البشريه uh, مثل ما بتعرفوا هو معهد مثل المعاهد بس مختلف بالسيرفيس اللي بيقدمه لانه الاستشارات والتنميه البشريه والتدريب هن مجالين كتير مطلوبين بالحياه اليوميه لحتى الانسان يكتشف شو شو في عنده تالنتس نايم لحتى يفجره هلا كيف وليش وين بنقدر حتشوفوا ثرو اوت يور برزنتيشن انه نحن بصدد نعمل معهد لتدريب التنميه الشخصيه such as uh, صناعه الليدرشيب يعني uh, مش صناعه الليدرشيب uh, وانما فاين تيونينج الليدرشيب اللي موجوده بكل انسان بعتقد المبلغ موجود هو 225000 دولار اللي بتغطي مصاريف وتكاليف throughout one whole year أنا. شو اسم الفرنشايز البريطاني؟ انه انتم عملتوا يعني تقطش كل الموضوع لانه انتم اعتمدتوا انه اعطيتونا البيبرز هاي نقراها ضليتوا تحكوا لا قرينا البيبرز ولا انتم ذكرتوا معلومات ففي I فرانشايز اي ان ال بي رح تعمله بالبريمسز تاعتك يعني رح تاخذ موقع لك ورح تعمله بالفنادق او بمواقع العملاء تاعونك عنا نحن أنا. عنا السنتر ما هي السنتر مو... عفوا تسمع لا في مواصفات معينه طالبينا ستاندرد انا لانه حابه كمان يكون في ايزو بالاخير اعمل يكون ستاندردز العالميه موجوده عندي انا شايف اذا اذا اليوم بتقدر تبدا البرنامج تبع التدريب مباشرة ما في داعي للمبلغ اللي أنت عم تطلبه يعني بهاي الكمية عفوا الدروس اللي حتنعطى أو الحصص اللي حتنعطى حتكون مثل ما قلت لك ستاندرد وحضرتكم بروفيشنالز يعني لما انتم كثير معي لما بكون انا اخذ الايزو على المحل ما عم بشتغل فيه بدل ما اكون عم بشتغل شيء هيك باي هازارد انه شيء منه منه مدروس تماما ايش التكلفه تبعيتي لهذا الكورس بغض النظر عن يعني طبعا في عده برامج انا شفتها قد ايش ممكن تكون التكلفه تبعيت الشخص بحكيك انا من ماي سايد حاطتها انا بس معلش بحكيك من ماي سايد إذا سيلز اند اند ماركتينج بريزنتيشنز انتروداكشنز feasibility ستاديز اذا هدول الاشياء انا بحكيك من عندي 10 تلاميذ بتسعة ايام وي ويل تشارج 6000 دولار انا انا غير انا انا غير مهتم لسبب لانه حاسس انه يعني الفكره في بدكم تعملوا تدريب لكن ما في برنامج واضح لتطبيق العمليه لذلك انا غير مهتم بعد سلسله من الشرح كان من الواضح انه حنان وهشام لا فاهمين ولا متفاهمين اليوم بلبنان في حاجه ماسه لهالقصه صح بس انا شايف انتم ما عندكم بزنس بلان واضح لا بال ممكن وبوث اوف يو رح تسيبوا الشغل وتتفرغوا لاداره 100% ومين منكم رح يمسك انه مش متفقين مين يحكي فيكم شوي <applause> لا, لا 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 مش أصب. نحن ما اتفقنا نحن الجماعه متفقينين جدا واحد منكم جي ام وواحد اي جي ام مين منكم أه ولا زي بعض؟ بدي اقول لك شغله ايه انا اي ثينك ايل بي على الهيومن بارت والبزنس بارتنرز مين مسؤول؟ واحد مسؤول، واحد بيقول للثاني يس بوس، مين منكم؟ ما في يس بوس عندنا، نحن وي ار بو... وي ار بوث ان دو <applause> بوث... واحد منكم مسؤول الانينتنا. واحد منا مسؤول اكيد واحد ما كوفي... اثنين زي بعض يعني حكيتوا فيها ولا لسه جداد انتم في ال... لا لا منا جداد ابدا عمر الكوكا عرف يحلل شخصيتهم بسرعه واذا من اول محاوله الشركة مش متناسقين وبعد هالملاحظة المباشرة معقول يقدروا يثبتوا العكس؟ كم رح تربح أول سنة وثاني سنة؟ حسب ما مكتوب هون وشو بدك منك يا ممكن؟ انفستر المطلوب منه تو انفست از سمبل من الاخر 225 الف دولار بتعطي معديله 30% از ماكس للمستثمر للمستثمر على 225 على 225 30% يعني انت مقيم حالك لا 1 مليون دولار ما تبلش لا زينه <applause> بس قولوا رقم راح تربح اول سنه, سنة ولا لا؟ طبعا يحني رح نربح طبعا بس رح نربح بس, بس لحظة. انا ورد... خليكي سالتنا سؤال جاوبناك بالاول انه من كيف مقسمينها؟ نمبرز اكونتنج مانجمنت عملتهم حنان مش عملتهم بس يحني معي هون انا ما صورتهم يعني على اللبكه لا لحظه ما طلبت منك بروف بس ما طلب منك تثبتيني شو الارقام شو اصغام براسك قديش كانت الارقام الربح؟ ماني حافظتهم إيه؟ معي الورقه هون كيف بدك تديري شركه مش حافظه ارقام ربح تربع انا عامل ستادي انا خلص هو فكرت الاصل كيس اني واي لو عرضنا عليكم او لو عرضت عليكي ندفع المبلغ هذا تقبلوا ب 5% من الربح؟ لانه هذا التواضع انتم عم تحكي بدكم 70% لما ندفع لكم 225 <applause> وانا املك ثلث تلت وانتم ثلثين، يعني قيمتوا حالكم، قيمتوا جهدكم بنص مليون دولار، كثير. لما تصير قصه 5% او 10% او مم اللي هي الرقم اللي بتقولوا بطل المشروع اور اون بيبي. البرزنتيشن تاعتكم كناس بتقولوا احنا ترينرز واز نوت فيري جود اتول. all يو بانيكت، كذا، قطعتوا بعض، كذا، انا بدي اساعدكم. كثير the concept of اوف تريننج از جود. اوكي. ولو انا منك باخذ الديل لانه انا عم بعطيك فرصه انك تحقق هالحلم هذا انا بخلي البرسنتج لها انه وات ايفر يو ار 10 15 20 ات ويل جو باك تو هير وانت انا عندي معاشي وانا ام جن بي انا راح اكون اون ذا جراوند هلا مانجمنت 70% انا مش بدي شيء في شيء غلط لا لحظه لحظه وين التواضع اللي حكيته عم لا بشوارد. بس كمان انه اه انا جربت الوظيفه ايه حدا تحرز القصه بدي احس حالي لإلك وان شاء الله اذا عشان تحس لإلك شو ال قديش النسبة بدك تاخذي من الربح؟ قولي مثلا ليه ما بيكون 50 من الربح و... انت وانت في انا, أنا لا خذوا 50 50 كل واحد لا لا, لا لا عن جد <applause> <applause> <صور. شولي. تصفيق> <applause> لا اكيد يعني. سبعة ونص سبعة ونص اذا لا انا مش مهتم وال وي بروبلي ثينك اباوت ات بس اتس فيري لو سبعة okay. ونص سبعة ونص يعني عم <applause> يعني, يعني probably مهتم ما بالابدا بس هيك قلت كلمتك يرتف نيغوشيتر يعني انا عندي لجنه يعني ابدا افكر خليني افكر شو <applause> رايكم؟ هلا عرضت عليكم 7.5% كل واحد انتم بدكم مش اذا انا مش مهتم حنان وهشام ما توفقتوا بس في سؤال عندي بدي اسالكم أدي قد تعرفوا بتعرفوا بعض؟ أه سنتين بس حسيت انه هيك كانت مشكله تواصل مع مع دراجونز كوميونيكيشن كانت يمكن شوي مقطوعه ليش صار في ضغط جوا لانه نحن ما محضرين انه كيف نجي انت اهلك هيك إنه نحن هذا هو هذا هو نحن بنحكي لغه القلب تقريبا يعني اللي حسينا فيه قلناه بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله Thank يتحقق الحلم هيدا والفيجن اللي عندكم اياها وبتمنى كل التوفيق شكرا Thank مشروعي بتعلق في موضوع تسهيل التمويل للافراد والشركات الصغيره مسميه از براندنج ايزي كريدت بقول لك من خبرتي بالسوق الاردني وبالسوق بالخليج وضعك صعب كثير يعني مش شايف انه كيف البنوك ممكن انها تشتغل معك وراح يصير في قضيه كل بنك رح يحاول يخليك انه تشتغل له بس بدايه على حسابك الخاص فانا شخصيا مش شايف جدوى اقتصاديه للمشروع هذا فانا بنسحب مش مهتم بالاستثمار. الهيئه <applause> انه فاطمه عندها مشكله مع الارقام والحسابات ودراستها منا دقيقه خلينا نشوف سوا شو راح يصير. مشروعي طبعا هو عباره عن مركز تجميل متكامل فايف ستار، فكره المشروع بيتضمن عده اقسام كل قسم مخصص بحيث انه السيده لما تدخل على المركز بتشوف كل شيء بتحتاجه من شعر لميك اب لتنظيف بشره المبلغ اللي انا طالبته 585 ألف طيب انا هون حاطه دراسه انه اذا فرضنا يومياً مثلاً عروس مثلاً أنا عم بحكي هون مكياج عروس ممكن تكون عروس خطبة ممكن تكون عروس تحضير ممكن تكون عروس فرح فإذا فرضنا يومياً تقريباً خمس عرايس الخمس عرايس رح يطلعوا لي 300 دولار أنا عندي 250 خدمة في المركز هون رح يكون إجمالي اليومي رح يكون 284 ألف دولار باليوم باليوم؟ باليوم شو 2400 دولار باليوم خلال يوم واحد لا شوف هلا هون اي هلا خلال شهر واحد راح عفوا 2846 2846 متوقع 85000 بالشهر <تصفيق> <تصفيق> بالشهر شو ايراداتك في المحل الحالي؟ يعني تقريبا بالشهر بطالع لي تقريبا 250000 لا بالدولار بدي او 5000 دولار 5000 دولار 5000 <applause> <applause> فيعني انت بتتكلم عن حجم كثير اكبر من الحجم اللي انت فيه اليوم المشروع بيحكي عن مظله خاصه للمركبات مقدمه عن المشروع هي بنحاول احنا نعمل تغطيه لاي مركبه بهدف توفير نوع من الرطوبه لجسم المركبه سواء الداخلي او الخارجي يعني انت ما عندك المعرفه الفنيه بقدر ما هي فكره بدك تستعين بال نعم. بالاشخاص المؤهلين حتى انه يساعدوك في هذه الفكره. فكره جيده بس بتصور يعني في افكار قائمه مثلها انا غير مهتم. المشروع هو عن تغيير النفايه الى بلاط بلاستيكيه. يعني هذه فكره المشروع نفايه متغيره تحولها الى بلاط مطاطيه. ممكن صديقة البيئة طبعا التكلفة هي 600 ألف دولار شو طالب حصة لك أنت؟ الحصة يعني نطالب فيها 80% 80% لك بالموضوع شو هي؟ خبرتي يعني ولا بس جيت على الموضوع هيك لا يعني شوية درست فيه وبس أه. ماشي أنت فكرتك أنك رح تدير أنت هذا المصنع اللي راح بدك تاخذ 80% من ربحه انت رح تديره؟ أه. طب هل برايك انت قادر على ادارته يعني برايي انا يمكن ليش لا احمد الفكره ممكن تكون منيحه بس يعني ما عندي اقتناع انك انت راح تكون مناسب لادارتها فلو قلنا مستعد استثمر 600 الف طلبت مستعد استثمر 600 الف بس انت لن تدير المشروع وراح اعطيك 1% مقابل الفكري عشان ما اسوقش الفكره انا واحد بالمية بس يعني ما فيك تزود ما الله تزود. واحد لا مت... للفكرة انت اليوم ما جبتش إلا الفكرة أنت... الفكرة بتأخذ عشر دقائق على الانترنت أنت أحمد راح يكون اسم المشروع أحمد علوان وشريكه <applause> أنا شريكه <applause> واحد في المئة. أنا أعتقد برأيي على المجهود اللي وضعته واحد في مش قليل الفكرة بتكلف مئة دولار أنا بقول لسكرتيرتي تروح على الانترنت تك 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 بيطلع بتجيب هل... وبنعمل مم. البرزنتيشن لا عفوا ليس اقلالا من شانك او من, ماشي من العمل اخذنا ال1% اخذنا نقول مبروك 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 مبروك, 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 مبروك لازم تيجي تسلم تعال تخفش <applause> <applause> اهلين احمد بدنا لك مبروك بالبدايه حصلت على المبلغ ولكن النسبة بسيطة جدا يلا طلعنا ب 1% طلعنا ب 1% بس دخلت انت بدك تاخذ كنت 60 او 50 ولا لا شو كان؟ 80 كان بدك 80 خسرت 79% واخذت 1% هل انت راضي عن هالموضوع؟ اها ما عندك مشكله ما عندي مشكله مبروك برافو أحمد أنا شخصيا كمحمود عباس بفضل الله أشهر من نظم معارض الكمبيوتر في اسكندريه توفيق مرتضى بده يحول النفايات العضويه لمزوت اخضر، التوفير بهالعمليه منه كبير وتوفيق لازم يعرض فكرته بالتفصيل. صباح الخير، صباح الخير أه توفيق مرتضى اللبناني مقيم في دبي العمر 33 سنه، مشروعنا هو البيو ديزل او المعروف بالمازوت الاخضر. المشروع المطلوب مقام يقام في لبنان. تحويل النفايات العضويه ونفايات الحيوانات الى مازوت اخضر سليم للبيئه. دراستنا نحن للمشروع ابتدات من حوالي السنه وهو تحويل الزيوت المستخرجه من النباتات الى مازوت. المشاكل اللي واجهتنا بالدراسه بالمرحله الاولى كنا نحن عم نبحث عن مصدر للزيوت. وواجهتنا عمليه انه نستورد الزيوت من خارج لبنان ولكن الكلفه كانت مرتفعه جدا حتى لو وصلت على لبنان بكلفه معقوله كانت كلفه النقل من البور الى المعمل غاليه. الحل الثاني كان اللجوء الى الزراعه المحليه ولكن كمان هون كان في عقبات واجهت المشروع انه هالزراعه نحن ممكن نعتمد على زراعه دوار الشمس ونستخرج الزيت من دوار الشمس لنحوله الى مازوت. ولكن الزراعة بلبنان حاليا جامدة يعني ما في بدها جهد بدها جهد دولي وبدها جهد مؤسسات كبيرة إلى أن صادفتنا حتى حاولنا أنه يعني نحصل على الزيت من معامل البطاطا اللي بيعملوا بطاطا تشيبس بلبنان ولكن طلبوا أسعار خيالية لزيت هني أردي عم بكبوه يعني بالأرض عم بيأزي البيئة الى ان التقينا بشركه كنديه اسمها بايو كرود تكنولوجي عندهم تكنولوجي جديده اندر باتنت عندهم تكنولوجي جديده اتس عم يطلبوا فيها براءه اختراع بكندا وامريكا عم تتسجل وهي تقوم على استخراج الزيت من النفايات العضويه ونفايات الحيوانات ومن ثم تحويل هذا الزيت الى بايو ديزل فالمشروع بلبنان له له مستقبل يعني خصوصا انه المنتج ما في مشكلة أنه يتم تسويق المنتج لأنه سعر المازوت الحالي بلبنان كتير عالي بالنسبة للمشروع نحن دراستنا قامت على, على إنشاء معمل قدرته 5000 طن سنويا والبلاند برودكشن بالسنة الأولى حتكون بحدود 3000 طن كلفة إنتاجنا أخذنا نحن الوحدة هي 20 لتر للمازوت لأنه هذا الوحدة المتعارف عليها الناس بيحكوا بتنكة المازوت بلبنان فكلفتنا حتكون بحدود 13 دولار و30 سنت يعني 17 ألف ليرة بينما السعر الحالي بالمحطات السعر الرسمي 30 ألف ليرة لل20 لتر و24 ألف للمهرب عبر الحدود بالنسبة للإنفستمنت نحن عم نطلب مبلغ 600 ألف دولار للمشروع عم نقدم تكنولوجي بقيمة مليون مليون دولار عم نقدم أرض بقيمة 200 ألف بناء بقيمة 150 ألف والمعدات والتشغيل اللي هن بي... معدات بقيمه 450 الف و150 الف راس مال تشغيلي اللي عم نطلب الحصول عليهم المجموع 600 الف دولار بالنسبه لراس المال عم نطلع نحن 60 40 60 اللي صالحنا و40 للمستثمرين توفيق مرتضى اجى على العرين ودارس مشروعه منيح انتاجيا وماليا ولكنه نسي يدرس شغله واحده خلفيه المستثمرين وشوفوا مع مين حضرتك قلت مصانع تشيبس نعم انا صاحب اكبر مصنع تشيبس بلبنان اوكي انا ليش بدي اعطيك الزيت لك لما انا قادر خلطه مع الفيول ويوفر عم بشتري الفيول 500 دولار ليش بدي اعطيك الزيت لك مجانا لما انا قادر خلط الزيت المستعمل عندي مع الفيول انا ما طلبت مجانا انا بمعامل الزيت سالنا يعني كيف فينا نشتري الزيت منه مزبوط بدك تشتري الزيت اليوم انا عم بستعمل الزيت مع الفيول عم خلط زيت مع الفيول حتى يعني بتعرف الزيت القلي بيحرق يعني انت اذا بدك تعمل هالفكره هي عمليه تجميع الزيت الناس اوكي يمكن بالمطاعم في كميات صغيره بيعطوك اياها انا عندي بصراحه سؤال انت عم تحكي اليوم عن تركة المازوت 13 دولار و30 سنت مزبوط اليوم اذا عم تعمل بيوديزي عم تعمل ايثانول صح مزبوط ولا لا الايثانول اليوم معروف اليوم القلم بالبورصه العالميه 2 دولار 60 يعني عم تحكي اليوم انت بحدود 8 دولار للتنكي وهلا اذا بدك انا بسلمك ايثانول بلبنان ب 8 دولار ل 20 لتر عم تلحقني شو أنا عم بحكي <applause> مشكلة الايثانول اليوم انت بدك شغلي شغله اذا ما في دعم من الدوله للحفاظ على البيئه يكون إيثانول هو المعبر انك تحافظ على البيئه يعني المشروع المفروض المشروع يكون للحفاظ على البيئه اكثر منه مشروع مجد استخراج الايثانول والبيو ديزل لانه بتعرف اليوم بالبرازيل هو اكثر البيوديزل صحيح. اليوم بالنسبه للايثانول هو السكر يعني انت اذا بدك تاخذ مثلا مواد عم تحكي عن دوار الشمس اليوم عفو. طون طن الشمس الزيت بلبنان ب 2200 دولار مزبوط ولا يعني في مشكله زيوت عالميه اليوم انا برايي مشروعك ناجح ولكن اذا بتغير الفوكس تبعه صحيح عفوا انا يمكن ما نفهم بالضبط انا قلت هودي دراسات انا وصلت عليهم لقيت انه الافق مسدود لا طب وفوق مسدود عم تطلب استثمار انا عم بطلب لتكنولوجي جديده اللي هي نحن حنحول النفايات اوكي روث الحيوانات الى زيت وهذا الزيت بيستخرج منه انت البيضيزي. عندك عمليه تخبير حتى روث الحيوانات اليوم اعطيك بس فكره حتى تعرف حالك وين رايح اليوم في مشكله فيرتلايزر بالعالم كله سوا في مشكله لانه ارتفاع سعر الحبوب صار في دائما على الفيرتلايزر كثير حتى الروث تبع الحيوانات الناس اليوم صارت تستعملوا اسمده بدل الفيرتلايزر ليش بتعطيك اياه كمان بلاش يعني انا برايي انت الفوكس تبعك انت بدك دوله تتبناك لتحافظ على البيئه من من منطق الحفاظ على البيئه عم تسمعني من منطق الحفاظ على البيئه المشروع بيقلع اما كمشروع تجاري بحد ذاته يعني ليش بده يكلف المازوت 13 دولار و30 هون الاثنوات عم يجي من برا ب 4 8 دولار تركي انا بصراحه ماني مهتم ميشيل ظاهر شرح لتوفيق أداء التفاصيل بمشروعه برر له عدم نجاحه الاستثماري ومن بعدها انسحب ولكن هالشرح المفصل فتح عيون باقي المستثمرين على ضعف إنتاجية المشروع معقول بعد حدا يهتم؟ أنا صحيح غير مهتم شكرا لك تعرف اليوم في بالبحرين مناقصة في بقطر مناقصة وفي كمان بالسعودية مناقصة عن الويست مانجمنت نحن داخلين بوحدة من المناقصات ومناقصات بتحكي عن ويست مانجمنت اول ذا وي بتعمل روتيشن كامله بتقيم بتعمل فلترنج لكل الاشياء اللي مختلفه عن لحتى توصل الاورجانكس والمواضيع اللي انت بتهمك تاخذها لحتى تحولها لكهرباء و كهرباء او ديزل او انرجي اوف سم سورت يعني فانا اللي بتصور انه افضل يعني بالوقت الحاضر بالطريقه اللي انت عم فكر فيها اللي هي بدون شك انه جزء من الحل الكبير ماني مهتم انا اعتقد انه مشروع زي هذا ليس زي الحكايه زميلنا راح يحتاج مبالغ اكثر من حكيتها واضح جدا التكلفه لانتاج الطن الواحد او الوحده الواحده راح يكون عالي لانه انتاجك قليل ما اظني المشروع راح يكون ذو ربحيه جيده فانا مش مهتم محمود عنيد وما بده يمشي الا بطرحه وبنضم لشروطه تابعونا ورا الاعلان 12 سنه آه آه نخليهم 15 سنه وانا موافق لا 12 سنه 15 وانا موافق ان شاء الله 10 سنين ان شاء الله انا وافق 15 المشاريع الموجوده فعليا على الارض بتكون ارقامها ورؤيتها افضل والكثافه السكانيه بمصر بتساعد على نجاح معظم المشاريع ولكن بمجال التكنولوجيا التقليد امر سهل مين من المستثمرين الاربعه مستعد ان يشارك محمود لاعاده اطلاق مشروعه السلام محمود عباس محمود اخصائي حاسب الي كليه التجاره جامعه اسكندريه مصر الموضوع بمنتهى الاختصار هو اقامه مول للكمبيوتر متخصص المولات بتبقى مختلفه والاسر بتدخل المولات عشان تتفرج على ملابس على احذيه على مشتريات بسيطه وانما ده مول متخصص للكمبيوتر بجميع انواعه اجمالي المساحه اللي انا بتكلم عليها في حدود 300 متر هيتكلفه كتكاليف مبدئيه في حدود 300 ألف دولار الموقع اللي أنا بختاره للمول لازم يكون قريب من التجمعات السكنية سهل الوصول له من العملاء ومن الشركات اللي هي بتورد للشركات اللي موجودة عندي في المول اوريدي 300 متر يتكلف 300 ألف دولار إيراد شهري 5000 في السنة 60000 ألف يسترد راس المال في حدود خمس سنين. لو انا ضعفت المساحه خليتها 600 متر هتكلفني تشطيبات نهائيه في حدود 500000 دولار يبقى في الحاله دي هيبقى الايراد اللي داخل عندي 120000 في السنه هيسترد في خلال اربع سنين. شو النسبه اللي انت طالبها؟ النسبه اللي انا طالبها الخمس سنين الاولانيين 30%. في المية. وبعد الخمس سنين الاولانيين 50% في المية. وفي الوقت الحالي انا مستاجر لمول كمبيوتر هذا المول أنا في السنة الخامسة في الوقت الحالي. اللي بيحصل إن أنا واخد المكان إيجار وبعد مضي الفترة الإيجارية صاحب المكان بيلاقي الفرخة اللي باضت له ذهب بدل ما بياخد مني إيجار 10000 جنيه في الشهر بيلاقي المكان بيجيب له أكثر من 20000 جنيه في الشهر يبقى جدد لي إيجار فهو بعد كده بينهي العملية الإيجارية معايا وهو اللي بيأجر للشركات لأن بيبقى الوضع مستقر وبتبقى الفرخة بتبيض ذهب. تلتميت ألف كم منهم حق العقار تلتين وكم... تلتين الرقم بالضبط حق العقار آه أنا شخصيا بالمشروع ماني مهتم بعتذر يعني مع أنه محمود كان واضح بعرضه بس الهيئة أنه ميشيل ظاهر مهتم أبدا للاستثمار وبوقت كتير قصير بقي أمام محمود ثلاث محاولات ما لازم بهالسرعة يرجع يخسرون موجود المحلات للاستئجار في كتير موجودة كتير مش للاستئجار للبيع المحلات للبيعي. للبيعي. اه محلات للبيع يعني ولكن انا حاطط لنفسي فتره شهر بحث عن مكان مناسب وخصوصا انا حاطط ايه المواصفات المناسبه اللي توفر في المكان وخمس شهور لتاسيس المكان يبقى ست شهور ابتدي فعلا اعلن عن افتتاح المول طب ليش ما تفكرش بالمشروع كجزئين بمعنى؟ الجزء الاول حوالي 250 ألف اللي هو شراء العقار بس الاساس راس المال هو هو العقار فكيف انت تكون شريك فيه آه العقار آه العقار بتشطيباته لا لا يساوي اي شيء بدون خبره تسويقيه ما حكينا لكن العقار لكن العقار كما هو عقار ممكن اجره للناس يعني كم الايجار بتاع الموقع ده؟ الايجار 10000 هو هيك سعره 10000 10000 على 200 بالسنه 10000 في الشهر في الشهر يعني آه. 100000 بالسنه ايوه 120. طيب وانا بحصل ايجارات 20000 ممتاز احنا بنعمل الشركه شركتين م. يعني الفكره العامه او قسمين القسم الاول 250000 دولار صح ولا لا اللي هو ريل استيت ريل استيت هذا ريل استيت حيأجرك بعشرة آلاف ويوقع لمدة عشر سنوات م. ماشي م. وبعد عشر سنوات قابل للنيغوشيشن حسب الانفليشن يعني في فورمولا ما فيش فيها أو لا كمان عشر سنوات تانية ماشي م. فهذا ربحها أنت مش لازم تتشارك فيه صح ولا لا <applause> الخمسين ألف الثانية اللي هي أنت الشراكي فيها اللي هو أنت هلأ أجرتهم بعشرين ألف وحنربح مئة ألف أنت خذ خمسين ألف من هذا الربح من أول يوم صح ولا لا؟ <applause> يعني أنا هذا الطرح اللي عم بحاول أطرحه <applause> <applause> أنه أنا بكون بشارك في العقار فأنا صاحب العقار ضمنت لك اللي أنت عايزها أنه العقد مش خمس سنوات عشر سنوات واحد اثنين بعد عشر سنوات إعادة يعني سعر الأجار حيكون مرتبط أنت عندك فكرة عن التضخم يعني أي واضح أي معلومات رسمية ما فيش فيها أي لا أي يختلف اثنان على كم سعرها فأنت ضمنت هاي لعشرين سنة طبعاً. وبعدين خمسين في المية من ربح المشروع إذا أول عشر تلاف ما اعتبرت ربح هاي اعتبرت عائد لصاحب رأس المال ولا لا م. اللي هو أنا م. فبتاخذ 50% من ربح المول ال10000 الاجار اللي اندفعت لصاحب العقار ما اعتبرتش من هذا بنعيد الكالكوليشن بنعيد الحسابات كم نسبتك بس انت بتاخذ 50% من ربح هذا المول م. وبعد خمس سنوات يا سيدي بملكك 5% من العقار <applause> انا ممكن كنت اقبل كلام حضرتك م. لو انا عندي 20 سنه لكن انا عندي الان 40 سنه باقي لك 70 سنه من الانتاج بإذن ربنا, طبعاً. <applause> ربنا يدي لك طول لا يعني شو آه للاسف آه انا فعلا آه اكثر حاجه مضير فيها هي مساله الايجار لان انا باخد زي ما يقولوا آه المكان لا يسوي شيء انا هذا عرضي انك انت بنحسب آه عائد اول 10000 دولار اول 10000 ايراد تعتبر عائد آه لصاحب العقار وهو المستثمر ربح بين 10000 والمبلغ هذا يعتبر ربح المشروع راح تأخذ خمسين في المية أنت منه وأنا خمسين في المية بعد خمس سنوات حديلك زتها حديلك عشرة في المية من الشركة فتصبح مالك عشرة في المية للعقار زائد الشركة اللي إحنا بيننا ملتزمة إنها تجدد العقد لمدة عشر سنوات أخرى بتغيير سعر الإيجار بما بمعدل الانفليشن هو التضخم. معقول. انا بدي اوافق حبيت انا بدي اوافق عمر واذا طبعا اذا اذا هو رضي ندخل معه شركاء واذا انت قبلت بالعرض لانه هذا العرض جيد انه تتملك العقار شركه وبيجوز يعني مشاركه الـ الـ لانه انت الفاليو ادد تبعيتك صح. هي في انك تاجر المحل وتجيب والشركه صح. والشركه حتامن لك المكان لحد اليك فاذا هي اذا صار في اتفاق انا انا اذا اذا عمر بده شركه بندخل مع الشركة انا نسيت احكي لك انه بحبش الشركاء <applause> <applause> الهيئه محمود بدا يجذب المستثمرين وعرض كوكا جذب تنتش للمشاركه معه ولكن بالعرضين النسبة ما بترضي محمود. ولهالسبب بقيت المناقشات مستمرة لحد ما تنطش غير مجرى الحديث. أنا عندي عرض أفضل. أه نعطيك أيوه. 300 ألف ثمن العقار 300 ألف هذه مملوكة للمستثمر بالكامل. م. نتقاسم الإيجار من أول يوم. تمام يعني ايش إيجار بطلع؟ تمام نتقاسم الإيجار من أول يوم. تمام ما بدي أول أول مردود. ما بدي الهر الهردل ريت يعني امم آه بعد هيك آه طبعا ما في انت حكيت ما في عقود 25 سنه بجوز حتى القانون ما بسمح لكن احنا نيه انها تكون ل 25 سنه حسب شروط عقد يتم الاتفاق عليه طيب حضرتك شايف ان المده الطويله تكون قد ايه هلا بنتفق عليها يعني ممكن يعني توافق حضرتك يعني على 25 سنه 25 سنه يعني الله يحيينا طبعا الله يحيينا يعني بس يا إيه ربنا يحييك ان شاء الله 25 يحييك انت طبعا كمان ربنا ان شاء الله يكرمك فيعني آه يعني بنتفق على المده المده اللي هي تكون خلينا نحكي عملي. قابله لانه آه آه العمل طبيعه العمل هذا يستمر بشكل اكبر نعم. طيب المده اللي حضرتك شايفها مناسبه قد ايه يعني 12 سنه طيب آه آه نخليهم 15 سنه وانا موافق لا 12 سنه 15 وانا موافق ان شاء الله 12 سنه ان شاء الله انا وافق 15 إيه ان شاء, شاء الله الاوفر مره ثانيه بس شو الاوفر الاوفر 50% من الايجار من افضل من اول يوم تبعك أفر. من اول يوم 50% من العوائد اوكي و12 سنه ايجار فانا انا طالب 15 سنه انت حددت سنة. الموقع الموافق المحل شايفه في محل فاضي المحلات كثيره ولكن انا طالب شهر اختار منهم محل طيب المحلات اللي عم بتشوفها في جنبها محل فاضي تاني ولا لا؟ في جنب منها <تضحي> في جنب منها <تضحي> 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 لان انا بدي <بصنع تضحي> اياها لا 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 بس ليش؟ <تضحي> لانه عقد <تشف في> الاداره اكسكلوسيف <applause> <applause> هو راح يسوي نعمل سلسله <applause> والناس تيجي وانا راح اكون جنبه ايه ايه خلاص اقول لهم بس اعلاني بنص سعر بنص سعر بس لحتى نفرجها المحل اللي على الصوره هون المطفي هيك راح تكون <applause> انا صراحه اذا اذا هذا الاوفر بس عشان اقول لك اكيد بقدرش اعطي اوفر احسن من هذا هذا جنرس كثير الهيئه <applause> انه العرض الانسب والوحيد هو عرض طنطش وعلى ما يبدو محمود بلش يهتم ولكنه مصر انه الاتفاق يكون من ضمن شروطه طيب آه انا ليا شرط آه احطه في العقد آه في حاله البيع بدون شروط احنا العقد في حاله البيع اسمع الشرط في حاله البيع في خلال الـ 12 سنه في خلال الـ 12 سنه يبقى انا كمستاجر مش هينفع يتباع في خلال الـ 12 سنه الاولانيين ما بعد ال 12 سنه انا اللي ليا الاولويه في حاله الشراء يعني أنت عم بتقول إذا المستثمر حدد سعر بيع أيوه بعد 12 سنة اللي هم لا خلال 12 سنة خلال أو بعد يعني شوف العقد الإيجار ملزم للمالك الحالي والمالك القادم تمام صح بالتالي إذا أنت يعني المستثمر رغب في أنه يبيع العقار في خلال 12 سنة أيوه الك بناء على سعر بحدده المستثمر الك حق الأولوية صح تمام. تمام تمام مبروك مبروك الله يبارك مبروك. 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 مبروك مبروك الله يبارك مبروك <applause> مبروك الله يبارك مبروك <applause> الله يبارك مبروك الله يبارك مبروك الله يبارك انا جبت لك الدين ها الله ما تنساش مبروك والمحل اللي <applause> خبر عنه اكيد وح... انا اللي حسوقه يمكن من البرزنتيشن يعني يهيأ إلي أنه هو صادق وأمين والارقام ترى صحيحه في مصر اذا طبعا. اشتريت المحل المناسب بتحصل هاي العوائد صح. كان ممكن تحصلوا على السعر بتحب, بتحب <applause> تشارك انا أحسن منها. مستعدة. انا احسن منك انا مستعد انا بشارك بشاركك <applause> لا لا صحيح. أنا اذا بتحب انا بشاركك <applause> الحمد لله رب العالمين يكفي ان هم قالوا لي جمله واحده انت المشروع فهم كلهم كانوا مقتنعين ولكن الافضل من ناحيتي انا هو اللي انا قابلته وهل انت راضي عن نتيجه الديل اللي عملته بالنهايه والله الحمد لله انا راضي بنسبه 99% أحلام عم تتحقق ومشاريع عم تنهار الأفكار الفردية مخاطرة والأقناع مش سهل ولكن المستثمرين دايما جاهزين إذا ما في عوائق تابعونا بحلقة جديدة مع رابحين ومشاريع جديدة اذا في صار اي خساره انا ارجع كل الخساره من وين من, من مصاريه اذا <applause> <applause> اذا عندك مصاريه عم تطلب انا احكي لك تخوف تخوفي انك تعمل 400 الف وبالتالي تتصل في انا عايش في الكويت وتقول لي انه خلص ماشي. فكره ان شاء الله يعني جيده لكن في في مثلها كثير يعني على فكره في المنطقه لذلك انا غير مهتم بالمشروع شكرا عندما شاهدت برنامجكم الشيق على تلفزيون مستقبل دراجون دان واعجبت مما يطرحه البرنامج وما يقوم به مساعدات وتقديم الدعم المالي للمشاريع المعروضه. لا زميلنا خبير في في الموضوع هذا هو خبير بكثير شغلات تانية. تسلم يا اخي عمر نحن نتعلم اهلا وسهلا اهلا اهلا <applause>